ثلاثة قرون ونحن في شموخ ورخاء، ثلاثة قرون تأصلت من درعية الشموخ إلى رياض العز، قصة كلها فخر. ثلاثة قرون من بدينا أورث فيها السلف للخلف بطولات وأمجادا وراية عز. ثلاثة قرون كنا درعية الأمان ولازلنا رياض العز. من يوم بدينا ونحن نتحدى الصعاب، سهولها وجبالها وسلمها وحربها، فخرا وعزا ونصرا. من يوم بدينا ونحن رافع الرؤوس بكل شموخ وعز. من يوم بدينا ونحن نرسم مسيرة الأمجاد والبطولات بشموخ يعانق السماء ولا زال. من يوم بدينا كنا بشموخنا نبحث عن موطئ قدم، واليوم أصبحنا قبلة القرار وعاصمته. يوم بدينا قصتنا بدأت بمؤسس عظيم وقادة شامخون، واليوم نحن هنا نستكمل الخطوات بكل فخر وعزة مع سلمان حازم اعتضد بمحمد طموح وشعب يرسم الإنجاز ويعشقه. من درعية التأسيس والبناء إلى رياض العطاء والنماء، هنا قلب العالم، هنا رياض الفخر، هنا عاصمة القرار، هنا رياض العز. ولكن يا ترى، هل كانت الرياض هكذا منذ 30 سنة أو أكثر؟ ولما التساؤل؟ تعالوا نلقي نظرة على القديم. هذه بعض المناظر من الدرعية أو من ضواحي الدرعية، إنها لتعطي صورة عن القديم بكل ما يحويه من زخم الحوادث والجهاد في سبيل فكرة التوحيد. إن كل حجر من هذه الحجارة لا يروي قصة بطولة وملحمة جهاد، والقديم عزيز على القلب حتى وإن لم تكن له بهجة الجديد، ولولا القديم لما كان جديد وحديث. الرياض القديمة ذات البيوت الطينية بهندستها الفطرية المميزة وحواريها ذات الطابع الخاص. إن كل بيت من بيوتها القديمة تلك كان له من وسائل التهوية والراحة ما كان قد جاء بالفطرة والسليقة ودون أن يأخذ بالنظريات الهندسية الحديثة. ومع ذلك فما أشد ما كانت راحة البال وما أكثر سعادة النفس تلك التي كان يتمتع بها الآباء والأجداد من قبل أن تغزونا في قعر دورنا وسائل الحضارة الحديثة بكل ما تحويه من رفاهية تبعث على الخمول والكسل. إن للقديم روعة لا يحسها إلا أولئك الذين كان القديم جزءا من حياتهم وسعادتهم، فهم وحدهم تخفق قلوبهم لذكريات الأيام الماضية. وعندما نتحدث عن الرياض القديمة لا بد لنا من وقفة خاصة أمام مبنى قديم هو من الأهمية بمكان كبير بالنسبة لتاريخ المملكة الحديث، ألا وهو المصمك. فالمصمك شهد عملية بطولية خارقة قل مثيلها في قصص البطولات العالمية، إذ أن ذلك المكان كان مسرحا لهجوم أسطوري قام به مؤسس المملكة وواضع أول لبناتها جلالة المغفور له الملك عبد العزيز، عندما قام يصحبه 40 رجلا فقط من الخلص من قومه باقتحام المكان بجرأة وبطولة نادرتين ليكتب أول صفحة من صفحات مجد المملكة. إن المصمك يقع في قلب مدينة الرياض، وهو واسع كبير كثير الحجرات والممرات، وكان في الماضي وما يزال يشبه حصنا منيعا يعز اقتحامه إلا إذا كانت عزيمة الرجال قوية والإرادة مصممة والثبات كبيرا. إن المصمك وبوابته الرئيسية وكل نافذة فيه وكل فناء وباحة، إن المصمك بكل ذلك سيبقى الشاهد الصادق على بطولة عز مثيلها ورجولة وعزيمة شهد لها الزمان وأذهلت المؤرخين.